الشهر المبارك. حياكم الله من جديد، وصلنا معاكم لموضوعنا، موضوع يمكن موضوع شائع جدا بين الناس، وما راح أقول بين الأغلبية الناس، بين البعض، تمام؟ يعني زي ما قلت قبل الفاصل، إلا ما نشوف اثنين أشخاص يبدأون يصارخون على بعض في الشارع عند الإشارة، ممكن نلقى شخص مثلا يبدأ ينافخ إذا كان في سوبر ماركت، في أي مكان، حتى في مكان الدوام نبدأ نلقاه نشوفه شد أعصاب ويقولك لا تكلمني أنا صايم، خلاص. فإحنا رح نتكلم على هالموضوع، رح نتكلم على العصبية، عن التوتر، عن شدة الأعصاب، هل هي ليش دائما مرتبطة بالصوم خلال هذا الشهر الفضيل؟ رح نتكلم عنها بشكل طبي نفسي. معانا بضيفتنا، أكيد يشرفنا أنها تكون معانا، دكتورة نادية تميمي، هي استشارية علم النفس الكلينيكي بمدينة الملك فهد الطبية. دكتورة نادية حياك الله. كريم عليك وعلى ضيوفك والجميع والمستمعين كلهم إن شاء الله يا رب. الله يسعدك دكتورة نادية. طيب دكتورة نادية، سؤال يعني كبداية الموضوع بشكل عام، هل في أسباب تخلي الشخص دائما شاهد أعصابه أو متوتر؟ إيه طبعا أكيد في أسباب. الحين أنت ابتديتي الكلام بالإشارة إلى نقطة جدا مهمة، هو أن الشخص لما بيكون أصلا صاحي الصباح وهو أصلا متوتر، فينا أشخاص بيصحوا الصباح بيكونوا متوترين وشادين، فهذول بيخلي عندهم عتبة التحمل بتكون جدا بسيطة، وبالتالي أي شيء يحدث غلط مهما كان صغير فبتكون مثل الشعر التي قسم الظهر البعير، فبينفجروا فيها العصبية. لما بيصحى الإنسان وهو مهيأ أنه أنا ما أبغى أعصب، فهو كأنه بيقول لنفسه أنا رح أعصب. طيب فبالتالي كل ما كان الجسم العصبية، طبعا مرتبطة الحالة النفسية مع الحالة الجسدية، لما بيكون الجسد already مشدود، العضلات مشدودة عنده الإنسان، لما بنشد الجسم بتكون بيرتفع ضغط الدم، العضلات بتكون مشدودة، بيكون متحفز لأي إشارة بتساعد على استثارته، وبالتالي تترافق مع الحالة النفسية والحالة الفكرية اللي بتمشي بتوائم مع الحالة الجسدية. فإذا كان الإنسان مرتاح، جسده مرتاح، فبيكون عنده عتبة التحمل بتكون أكبر لأي شيء ممكن يحدث يستثير أعصابه، والعكس صحيح طبعا. طيب هل صحيح دكتورة لما نحكي يعني على سبيل المثال نحكي مع شخص مثلا معروف أنه عصبي، طيب نقولك يقول يا ابن الحلال خليك روق، طول بالك، ريلاكس، أنت ليش كده دائما عصبي؟ يقولك والله أنا طالع زي الوالد، يعني كأنه يقول أنا طالع زي الوالد عصبي، يعني هل فعلا العصبية وراثة ولا هل في مسببات لا تخلي الواحد عصبي بالرغم من أنه أهله طبيعتهم هادية؟ شوفي عملية طبعا في جهة من العلماء بترجح معظم الاضطرابات النفسية أو الصفات، خلينا نقول الشخصية، لعوامل الجينات والوراثة. وطبعا حتى لو كان في عوامل جينات أو وراثية، العوامل البيئية بتساعد عادة لأنه تظهر العوامل الجينية أو الموروثات إلى على السطح على السطح، طبعا بفعل عوامل بيئية، لكن ما بإمكاننا نقول إنه هذا عذر ياخذ الشخص إذا كان ورث عوامل عصبية من الوالدين. مو شرط إذا ورثت إنه هي تظهر، ولكن دائما العصبية الإنسان بيكون عصبي هو بيهيئ نفسه زي ما قلنا بطريقة تفكيره، بطريقة تعامله مع الأشخاص، بطريقة تفسيره للأمور اللي هي بتصير فيه. لا يمكن إنسان يكون عصبي من غير أي سبب، بالضبط زي ما بنقول أحيانا على أشخاص إنه هم مزاجيين. أيوه. فيقول لك شخص أنا إنسان مزاجي، فممكن يتقلب مزاجي من غير سبب. ما في شيء، إحنا ما خلقنا في عالم عشوائي ولا إنه في تصرفات تطلع بشكل عشوائي، لكل شيء في مسببات. طيب. ولكن هذه المسببات ممكن عند بعض الأشخاص تكون مسببات بسيطة لا تستدعي الثورة العصبية والانفجارات العصبية الانفعالية، وعند أشخاص تانية بتكون لا، المسببات هذه تستدعي. كلها بتعتمد على طريقة تفسيرنا ونظرتنا للأمور. في أشخاص طبعا ما خليني كمان أظلم الأشخاص وأقول أنه كلها كمان بتعتمد على تفسيراتها، لكن فيها كمان عملية تراكمية للضغوط. يعني إذا
إذا بتسأليني ما هي العوامل اللي بتسبب أو ما هي أسباب أنه بتخلي في عندي شخص عصبي، هقول لك في عدة عوامل. واحدة منها مثلا تعرضه لضغوط، فإذا هو من الصباح أو من عدة أيام يومين ثلاثة عم يتعرض لضغوط ومشاكل، هذه بتعمل عوامل تراكمية فبالتالي بينفجر فيها بالنهاية. هذه واحد من الأسباب. الإنسان اللي يمارس مثلا أعمال بتطلب جهد بدني شديد، طيب زي ما قلنا الجهد البدني الشديد معناته العضلات مشدودة، معناته الجسم مهيأ لعملية نقول الحرب اللي نسميها fight or flight، فبيكون متحفز انه هو ينفجر. هذا سبب ثاني. السبب الثالث اعتقاد الانسان احيانا انه هو في شيء عندنا في علم النفس نقول عليه قدرة على التحكم. في اشخاص بيعتقدوا انه هم ما عندهم قدرة على التحكم بانفسهم، ولكن الناس دائما والعوامل الخارجية هي اللي بتتحكم فيهم. فاذا كان عنده هذا الاعتقاد فمعناته هو فاقد القدرة، ما يقدر يتحكم في أعصابه أو مشاعره أو تصرفاته، والعالم بالتالي هي المسؤولة عن استثارته عصبيا. هذه من الأسباب اللي هي بتستدعي أو تستثير الإنسان إنه هو يتصرف مع العالم الخارجي مع الناس المحيطين فيه بشكل عصبي. بهالموضوع. طيب قبل ما أنتقل لسؤالي معك دكتورة، إذا تسمحي لي راح أذكر مستمعينا اللي حاب عنده سؤال حاب يشاركنا في هالموضوع، يمكن يكون عنده مشكلة يبغى يعترف فيها بصراحة كذا على الهواء، موبايلي 634 4 4 وزين 734 4 4 وإذا كنت مشترك الاستيسي 834 3 3 أو خطنا المباشر 0841 0 4 9. طيب دكتورة الآن إحنا في شهر رمضان، وللأسف للأسف هو شهر خير، شهر فضيل، شهر بركة علينا كلنا، يعني المفروض الواحد يكون مو ريلاكس، يكون في قمة هدوء في هذا الشهر، وما يستدعي أبدا الموضوع أنه أنت يكون التمبر تبعك مرة عالي وأنك تكون شادة أعصابك. ليش دائما يعني الواحد يعني أنا خليني أتكلم فيها بطريقة نفسية، ليش دائما الواحد يعلق هذا الشهر الفضيل يقول لك والله أنا صايم معصب مثلا لا تكلمني أنا والله مثلا صايم، والله أنا مثلا متعود أني الصباح، حتى بعضهم بعض الموظفين نلاقي انه نسبة الدوام او دوامات الشغل تكون بعد الفطور ما تكون في النهار في الموضوع. فما ادري هل في اسباب نفسية نحن ممكن نخلي الشهر الفضيل هذا زي الشماعة نعلق فيه هالموضوع؟ شوفي اول شيء خلينا نكون كمان واقعيين، ما تنسي انه في شهر رمضان طريقة الحياة الستايل اوف ليفينج اللي احنا بنقول عليها بتتغير بشكل مفاجئ. يكون الإنسان بيصحى الصباح مثلا بيفطر وبعدين بيطلع على شغله بيرجع بيتغدى بعدين بيرجع بيتعشى، عادة بيناموا بدري، ففي نظام حياتي ماشي فيه خلينا نقول 11 شهر في السنة. وفجأة طيب بين يوم وآخر بينقلب هذا طريقة التعايش أو طريقة الحياة بشكل مفاجئ. طيب بيصحى فقط الإنسان، هذا طبعا بحد ذاته بشكل زي صدمة بالنسبة للجسم بحد ذاته. طيب إنه هو حيصحى مباشرة العالم تنتقل إلى سهر متأخر، بيصحى الصبح نوعا ما متأخر، ما في ولا شيء من الطاقة الغذائية اللي ممكن يعطوها ياخذها، وبعدين مطالب إنه هو طيب بهذا كله بهذه التغييرات المفاجئة، وبيطالب إنه هو جسمه إنه يتكيف بشكل سريع مع التغير المفاجئ. هذا بحد ذاته خلينا نقول إنه بيخلي الجسم مرتبك، بيخلي الجسم في البداية يعني في حالة ما حقول صدمة ولكن في حالة من عدم الاستقرار، بيحاول يشوف إيش اللي صاير معه، فبيحتاج له يومين ثلاثة أو على الأقل أسبوع. لذلك بنقول إنه أول أسبوع أو أول يومين ثلاثة صعبين على أي شخص إنه هو ممكن يصوم، وبعدين بتدخل اللي هي السايكل أو الدورة الاعتيادية اللي بيتعود فيها الجسم. فهذا واحد من الأشياء اللي ممكن تخلي الإنسان عصبي. في عنا شيء ثاني كمان ممكن يساعد انه الانسان يخلي يكون عصبي، احيانا لما بنقول انه المفروض انك انت يا انسان لو انت صايم انك انت تكون هادئ وتكون متحكم باعصابك، هذا بحد ذاته احنا بنتطلب من بعض البشر، وطبعا البشر والناس ما هي على نفس المستوى في عمليه التحكم، في ناس مختلفه طيب بشخصياتها وبسلوكياتها وبانفعالاتها. احنا في بعض الاشخاص بيتطلب منهم كانه لما انت بتقول انت لازم تكون هادي، هذا لازم بيشكل عليهم ضغط، بيبتدي بيشكل عليهم ضغط من اللازم ومن المفروض. ك
كل لازم وكل مفروض لبعض الأشخاص ممكن يكون ضغط فبيستجيب له بشكل انفعالي شديد، بينما إحنا ممكن نقول إنه نتوقع إنه من الأفضل أو من الحب يعني المحبب يعني نخفف عملية الديماند أو المتطلبات أو الضغوط، إنه نتطلب إحنا نتوقع نأمل من المحبب إنك أنت تكون هادي وتتعامل مع الأمور بشكل هادي قدر الإمكان بقدر ما أنت تستطيع إنك تتحكم، فبيحس الإنسان بها الطريقة بأريحية نوعا ما، بيحس انه هو باستطاعته انه هو يتحكم، بيحس انه ما عليه السكي انه هو اذا استثار اعصابه، ولكن هو قادر على انه هو يتحكم باعصابه بشكل بسيط. نعم. طيب دكتورة اذا تسمحي لي راح ناخذ اول اتصال معانا، ومعنا عبد الرحمن. الو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. احييك استاذة بسمة الدكتورة. تفضل. الحقيقة أنا من واقع تجربة الصيام ليس سبب للغضب، مشكلة الناس السهر ولذلك ما يأخذون كفايتهم، ينطلقون نعمان مصطبعه وما أخذ ولا يمكن 30% من حاجتهم من النوم، هذا يأثر على النفسية، ما أدري الدكتورة توافقني بالشيء ذا ولا لا. طيب. نقطة ثانية، علاج الغضب في علاج نبوي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أول هذا العلاج الوضوء بعد الغضب. والنقطة الثانية، إذا كنت غضبان تواقف اجلس، وإن كنت غضبان جالس تستلقي على الظهر، هذه علاجات نبوية لو تطبق كان الإنسان ما تعرض لهذا الشيء. وأعيد وأركز أن سبب النفسيات التعبانة تكون في رمضان والشحن النفسي كله ليس الصيام، وإنما انتصارات المسلمين كانت كلها في رمضان، وهي حروب وقتال وشهدت انتصارات وعز وارتفاع لراية الإسلام. أما ما نشهده اليوم هو في اعتقادي وأجزم به أنه السبب عدم أخذ الكفاية من النوم. طيب. السلام عليكم. كويس، شكرا يا عبد الرحمن. طيب دكتورة إيش رأيك في كلام عبد الرحمن؟ كلام منطقي، بس إيش رأيك في كلامه؟ هل السهر فعلا سبب؟ طبعا هذه اللي أنا ذكرته في البداية، إنه هو التغيير اللي بيصير بشكل مفاجئ بالحياة حقتنا، إنه هي بتصير مباشرة بين يوم وليلة، بيصير في عملية تغيير مفاجئ لطريقة التعايش بالحياة. طبعا منها السهر، طبعا الواحد لما بينام بدري وفترة الليل هذه بياخذ كفايته من فترة الليل، لا ما بتوازيها أبدا عدد ساعات زيادة ممكن ينام فيها الشخص بالنهار، لأنه طبعا الليل له تأثيره في عملية تجديد الخلايا وعملية الجسم أنه يأخذ كمية من الراحة. لكن أخوي عبد الرحمن ذكر نقطة خليني أميز بينها، بين العصبية والغضب. إحنا ما بنقول عصبية، إحنا ما بنقول عن الغضب، هذول شيئين مختلفين في درجة الانفعال. طيب، مو كل شخص عصبي ممكن يوصل لدرجة الغضب. طيب، في شخص ممكن نقول عليه أول شيء، إذا إحنا بنتخيل على مقياس من 1 إلى 10، فأنت عندك أول شيء الشخص اللي بيكون منفعل. طيب. أول شخص اللي بيكون مثلا نقول عليه مشدود، بعدين نقول عليه الشخص العصبي، إذا زادت الشدة بيصل إلى شخص عصبي، وإذا زادت الشدة بنصل إلى شخص اللي هو الغضب. الغضب، وطبعا في طرق كثيرة للتعامل والتفاعل مع الغضب، طبعا منها الأشياء اللي هي الطرق الحياتية اللي أشار عليها أخوي عبد الرحمن، عملية الوضوء والسكوة، وإذا كنت واقف إنك أنت تجلس، إذا كنت جالس إنك أنت تنسدح. لكن قبل ما نوصل على الغضب، طيب، اللي هي في أقصى المقياس حقنا، في أشياء إحنا ممكن نقدر نسويها ونتعامل فيها مع الشخص العصبي ومع الشخص اللي ممكن يكون سهل الاستثارة بالانفعال، أو الشخص المنفعل اللي هي الأقل من الدرجة الانفعالية. طيب دكتورة عفوا على المقاطعة، بس رح نرجع نتكلم على هالموضوع، الفرق بين العصبية والغضب، بس بعد الفاصل إعلان إذا سمحتي لي. نتكلم عن العصبية وشدة الأعصاب أو المزاج السيء، ليش دائما يطلع في رمضان يزيد أكثر شيء خلال هذا الشهر الفضيل. ومعانا ضيفتنا دكتورة نادى التميمي، هي استشارية علم النفس الإكلينيكي بمدينة الملك فهد الطبية. دكتورة، كنا نتكلم، يمكن جانا اتصال من عبد الرحمن وقال ذكر لنا عن شيء اسمه الغضب، وانت الآن قلتي في فرق ما بين الغضب وبين العصبية، ان هي درجات ما بينهم، في كذا درجة ما بينهم. تفضلي. صحيح. طبعا الإنسان العصبي مو شرط كل إنسان عصبي يتجاوز هذا الحد من العصبية ويوصل إلى الغضب.
ممكن هو يفضل عند العصبية وبعدين ينزل من على المقياس اللي احنا اتكلمنا عليه. الانسان اللي بيصل الى الغضب والانسان المعروف انه هو بيغضب بسرعة، طيب، غير الانسان اللي ممكن يعصب بسرعة. الانسان اللي بيغضب ممكن احيانا او على الغالب الانسان اللي بيغضب قد يأذي الآخرين قبل ما هو أنه يأذي نفسه، ويأذي الآخرين مو بشكل لفظي ولكن بشكل جسدي بدني أحيانا. أما الشخص العصبي أقل توقع أنه إحنا نشوفه أنه هو يأذي الآخرين، هو بيأذي بالدرجة الأولى نفسه بشكل أكبر مما هو يأذي الآخرين. ممكن يأذي الآخرين بشكل لفظي طيب أكثر مما يكون بشكل فيزيائي بدني، ولكن الشخص الغاضب ممكن يأذي الآخرين بشكل بدني. الإنسان العصبي بيأذي نفسه بشكل أكبر، لأنه ما تنسي الإنسان لما بيعصب في عملية تغييرات في الهرمونات حقة الجسم، بيزيد ضغط الدم، بيزيد ضخ السكر في الدم، العضلات بتبتدي تنشد، بعض الأجهزة الأخرى الحيوية في الجسم تتوقف أو بتتعطل أو بتصير تشتغل بشكل أقل، لأنه هي ما رح يحتاجها الإنسان في عملية العصبية، لأنه في عملية العصبية الإنسان مهيئ لردة الفعل. طبعا ارتفاع هرمون الكورتيزول اللي هو المسؤول عن تشغيل هذه الأجهزة من أجل أنه تخلي الإنسان مستعد للمواجهة للعمل الخارجي، هذه لما ترجع تنخفض إلى مستوياتها الطبيعية وبترجع ترتفع أكثر من مرة في اليوم، هذا طبعا بسبب من أضراره على الجسم، وهذا السبب اللي هو ممكن يصيب الإنسان أحيانا بجلطات، بيصيب الإنسان بالسكر، بيصيب الإنسان بالضغط. طبعا الغضب، الإنسان الغاضب احتمالات إصاباته بهذه الأمراض أكبر من الإنسان العصبي، لكن كمان احتمال إصاباته للآخرين لما بيضرب الآخرين أو بيصير بيتصرف بشكل عدائي فيزيائي أو جسدي مع الآخرين، هنا احتمالاته أكبر. وطبعا الغاضب بيصير إنسان بحاجة إلى مساعدة متخصصة حتى يشتغل على عملية الغضب هذه ويقدر إنه هو يتحكم فيها أو تسجيل أسبابه بشكل فعال أو بشكل نهائي أفضل. نعم. طيب لو نتكلم شوية عن موضوع الأغذية وارتباطها بتحسين المزاج للشخص، مثلا لو تعطينا الآن دكتورة، أول شيء لو نبدأ إيش، هل في أغذية مثلا المفروض أن الشخص، هو مثلا كل شخص عارف نفسه وعارف أطباعه، تمام، هل في مثلا الآن حديثنا عن الأشخاص اللي مزاجيين أو اللي عارفين نفسهم أنهم عصبيين شوية زيادة، هل في أكلات المفروض أنهم يتجنبونها، وهل في أكلات المفروض أنهم يأكلونها بالزيادة شوية خلال هالشهر؟ شوفي أنا ما أقدر أفتي في عملية التغذية هذه، طبعا أخصائية التغذية ممكن هي تتكلم فيها، لكن أنت بشكل عام أنا هتكلم فيها اللي هو بشكل معاكس. في بعض الأغذية اللي هي بيتناولها الأشخاص أو بعض العادات السلوكية اللي بيتناولوها الأشخاص اللي بتساعدهم في تخفيض التوتر، زي مثلا تناول القهوة والشوكولات أحيانا، المشروبات الغازية أحيانا، التدخين، هذه الأشياء اللي هي إلها تأثير في اعتمادية الجسم عليها، وبالتالي نوعا ما في إلها تأثير على نقول استابيليتي، على توازن الحالة المزاجية عند الإنسان. طبعا في رمضان هو بينقطع عن كل هذه الأشياء لساعات أطول مما هي معتاد عليه، وطبعا بعد الأفطار بيقدر إنه يتناول هذه الأشياء. طبعا هذا الشيء بيسبب له تأثير وله أسباب وإنه بيخلي الإنسان إنه هو متوتر، لكن أنا هقول لك على بعض الأشياء غير الغذائية. طبعا هذه عادات سلوكية ممكن الإنسان يهيئ نفسه بالتدريج عليها قبل ما إنه يصطم الجسم فجأة بين يوم وليلة ينقطع عليها. هو لو ابتدى إنه هو يأخر عملية تناول فنجان القهوة، يحاول يخفف أو يباعد من عملية تناوله الشوكولات مثلا، الدخان مثلا، بالضبط، فهو زي كأنه بيدخل الجسم في عملية تهيئة تدريجية لعملية أنه في حتكون في ساعات أطول قبل ما أنه ياخذ هذه الجرعة المهدئة بالنسبة له. لكن في أشياء سلوكيات حياتية احنا ممكن يعني نعلم الشخص عليها اللي بتساعده انه هو يكون في اجواء هادئة. طبعا اول شيء وجوده بين اشخاص مثلا او بيئة عمل بتكون ضاغطة، هذه بتساعد الانسان انه هو يكون متحفز او مضغوط او عصبي اكثر. لما بيمارس الانسان العمل عادة لما بيمارس الانسان عمل محبب بالنسبة له، مرتبط باهدافه، مرتبط بدافعيته بشكل محبب، هذا الشيء بيساعد انه هو يشغلوا عن عملية التفكير في إنه هذا الجسم ما تفقد، وهو مثلا في حالة من الصيام وبالتالي هو ممكن يتوتر
افكاره انه هو ممكن اجد اعصابه مشدوده وانه هو ممكن يحصل معه اي شيء ينرفزه. فبالتالي العمل المحبب، ممارسه الاعمال المحببه، ممارسه مثلا بعض الرياضات اللي بتساعد على عمليات الاسترخاء. عشان كذا قراءه القران بصوت عالي بيساعد الانسان على انه هو يسترخي، الصلاه بتساعد الانسان انه هو يسترخي، بالاضافه الى بعض تمارين الاسترخاء، عمليه التنفس بشكل منتظم، عمليه النوم بشكل منتظم. ما ياخذ الوقت الوقت مفهوم الوقت بالنسبة له كعدو، فهو بالتالي يبغى المرأة أو الرجل بتصير في رمضان عملية الساعة بالنسبة لها عدو لدود، ومجرد ما بتكون الساعة عدو لدود فأنت حملتي نفسك ضغط وبالتالي أصبحتي عرضة للتوتر أكثر. لا، خدي أمورك بشكل أريحية بشكل بطء، يعني نخفض عملية التعامل مع الحياة اليومية بدل ما هي بتكون بشكل متسارع تكون بشكل هادئ أفضل، وهذا بيساعد الإنسان على أنه هو يسترخي. الحمامات، الرياضات، زي ما قلنا بعض الأرواح الروائح المحببة اللي إلها تأثير على الاسترخاء، هذا كله بيساعد الإنسان على أنه يكون في عملية في وضع مسترخي. وطبعا كل ما كان الإنسان في وضع مسترخي كل ما احتاج لمؤثرات أو عوامل أكثر لأنه هو يوصل لنقطة العصبية أو نقطة الانفعالية الشديدة. جميل، احنا نقول ان شاء الله يا رب اي شخص يحس انه هو مزاجه شويه حاد ان شاء الله من شأنه، طبعا النصائح ذهبيه اللي اعطيتينا اياها الان في ختام اللقاء، ان الواحد ما يحاول قد ما يقدر ما يفكر، وحتى بشكل عام اعتقد يا دكتور الواحد يحاول قد ما يقدر ما يفكر بكل شيء يعكر مزاجه، يحاول حتى ما يقعد مع اشخاص يحس انه هو ممكن يتشاد معاهم نفسين وعصبين، عشان لا يدخل في متاهات يبدا هو في الاول وفي الاخير يبدأ يكون هو المتضرر. وتحسينه حتى دائما ما أدري تلاحظين يا دكتور أنه دائما الشخص العصبي دائما يقال عنه أنه هو طيب وأبيض القلب، أنه لأنه بعد ما تحصل المشكلة يبدأ يندم يقول أنا مو عارف أنا سويت. يمكن واحدة بس نصيحة أخيرة ممكن تفضلي. الأشخاص اللي عندهم أطفال، وجودهم مع الأطفال، اشتراكهم باللعب مع الأطفال، على فكرة يعني وجود الأطفال كثير كثير كثير، يمكن بعض الأمهات الحين حتعارضني بس إنه اللعب مع الأطفال وقضاء الوقت مع الأطفال بألعابهم بقصصهم بهذه الأشياء كثير لها مفعول إنه الإنسان يدخل بهجة، يدخل مرح، يدخل راحة واسترخاء معهم، هذا الشيء كثير. وكذلك الوجود مع كبار السن وإنه خدمتهم وجلوس معهم كمان هذه بتساعد كثير على إنه الإنسان يسترخي وممكن وتدخل البهجة كمان على حياته بشكل فعال ومؤثر له وللآخرين كمان. أكيد المواضيع اللي زي هذه حتتعلمهم كيف طولة البال، طولة البال هذه اللي نحن محتاجينها، وإحنا عارفين إنه حتى أحيانا الجو العام اللي إحنا قاعدين نعيشه الآن درجة الحرارة كل مالها في ارتفاع، نسأل الله لطف العافية الواحد يحاول قد ما يقدر يعلم نفسه طولة البال. وأشكرك دكتورة على تواجدك معنا في البرنامج ونصائح جدا ذهبية أعطتني إياها، الله يعطيك ألف ألف عافية، وإن شاء الله حتى راح تكون بيننا لقاءات أخرى بإذن الله، بس موضوع غير العصبية إن شاء الله. إن شاء الله يسعدني، شكرا لك وشكرا على استضافتك. شكرا لك دكتورة رادية، حياك الله. الله يحييك.